وحنا قالوا لنا بالعزوف هنا والتحدي السياسيين هو التحدي الحقيقي، كيف تقابل الشعب وتحاور مع الشعب بكل شجاعه سياسيه واخلاقيه. هذا 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 ما يجب ان يكون السياسيين، اننا ننتقل في الاماكن اللي محتاجه الى نقل اهتماماتها، في الاماكن العميقه الحقيقيه اللي تعبر على معاناه الشعب. اليوم رانا في الحراش بعفويه مع الشعب، هذا استرجاع الثقه ما بين السياسيين وبين الشعب. لازم تعيش مع الشعب وتسمع الشعب وتلتزم التزام وما تعطيهمش الوعود الكاذبه. خلاص الان شعفاق، الان بحاجه الى فيه الواقعيه، فيه الموضوعيه، فيه البراغماتيه في الطرح.